مباراة الفيحاء والنصر بطريقة إدارية وفنية وأيضا قيمة المدربين. أروح معك أبو أحمد الحديث عن حمد الله هداف العالم. بالتأكيد يعني لما بيكون قول الهداف العالم من الدوري السعودي هذا شيء مميز جدا، هذا شيء يعني القيمة العالية للدوري السعودي والاختيارات الجيدة اللي قدمتها إدارة نادي النصر السابقة برئاسة السيد سعود السويلم، انك استطعت انك تجيب لاعب وصبروا عليه وراهنوا عليه. يعني في بدايته كان البعض يطالب بابتعاد حمد الله، يعني ما قدم شيء في البدايه، لكن الاداره الواعيه والمدرب اللي المتميز مثل فيتوريا اللي يعرف انه يعني عنده الثقه باللاعب وعارف انه هذا اللاعب كان هداف وكان لاعب مميز في الدوري القطري والان جاء عندك، يعني بدا يستعيد الاجواء بشكل رائع، عاد نفسه بشكل مميز، قدم يعني دوري استثنائي مع النصر، هداف الدوري برقم عالي جدا يعني، والان وصل الى هداف العالم. هذا اعتقد انه يعني شيء رائع للدوري السعودي. لما نتكلم انه هداف العالم الاعلى تحقيقا للاهداف هو في الدوري السعودي، يعني حمد الله بامانه مكسب كبير جدا للدوري السعودي، امتداد للمكاسب الرائعه يعني مثل جوميز مثل عمر السومه. هو بالتاكيد الان يعني فارض نفسه بشكل قوي جدا، هو المهاجم الاول، هو المهاجم اللي يعرف داخل منطقه الجزاء، يعني الميزه عنده انه ما شاء الله تبارك الله داخل منطقه الجزاء ما يضيع اي فرص، يعني نادرا انه يضيع، يعني لو تسوي إحصائية يعني فرص يعني قليلة جدا اللي يضيعها، دائما الحاسة عنده التهديفية مميزة جدا، وهذا ما شاء الله تبارك الله يعني معطي الراحة لهجوم النصر، معطي الراحة للمدرب. لكن مباراة اليوم ايضا لابد ان احنا نثني على انه جودة اختيار اللعيبة الاجانب، لما يكون عندك لعيبة اجانب تشيلك هذا شيء مميز جدا، وايضا فيتوريا سوى يعني شيء مميز جدا. الشوط الاول كان النصر بيلعب على الجهة اليمنى عن طريق مرابط وعن طريق سلطان الغنام، كان يعني الجهة اليسرى معطلة بشكل كبير، الجهة الثانية نقل سلطان، الشوط الثاني نقل سلطان الغنام في الظهير الايسر، حرر احمد موسى بشكل مميز جدا، دخل الجميع مع مرابط يعني سووا جبهة هجومية، فانكشف يعني دفاع الفيحاء. طبعا طبيعي يعني انت لما تلعب ناقص امام فريق كبير مثل النصر يعني بلاعبين اكيد حيكون ضغط كبير جدا. احمد موسى اليوم يعني قدم نفسه بشكل جيد، لكن اكيد النصراويين ينتظروا منه العطاء الافضل، يعني هذه بالتاكيد يعني انا يعني انت يعني قيمتك الماليه عاليه جدا، الجميع ينتظر منك عمل جيد، لكن في النهايه لازم نهنئ انفسنا ونهنئ النصراويين، نهنئ الاختيار الجيد اللي جاب لاعب مميز مثل حمد الله، حتى انه تفوق على افضل لاعبين في العالم، هذا شيء رائع جدا، يعني اشاده للدوري السعودي واشاده للكره السعوديه واشاده للكره العربيه واشاده انه نجم يعني خسرته حتى المغرب في كاس افريقيا، لكن كسبه النصر بشكل اهم في الفتره الحاليه.